الائتلاف السوري والجبهة الوطنية للتحرير وجهات وفعاليات سورية عدة تعزي باستشهاد الناشط والقيادي عبد الباسط الساروت في معارك حماة بالتزامن مع دعوات لإقامة صلاة الغائب عليه في العديد من مساجد سوريا وتركيا. الفصائل المقاتلة تستهدف بعربة مفخخة مواقع قوات النظام على أطراف قرية الجلمة، وتعلن تدمير دبابة على محور قرية كفرهود بريف حمال الغربي. فصائل الثوار تعلن تدمير 5 دبابات وسيارة عسكرية لقوات النظام، إضافة لمقتل عدد من عناصره على جبهتي كفرهود وتلملح وكرناز شمال حماة. مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة وامرأة بقصف جوي لقوات النظام على مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي. المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون يقول إن هناك كارثة إنسانية قد تحدث في أي وقت في مناطق خط التصعيد بسوريا، والوضع في إدلب بات أكثر سوءاً. وفاة طفل إثر دهسه من قبل حافلة نقل عام في حي حلب الجديدة بمدينة حلب.